سيجعل منه مرادفا للموت عبر العالم. بما كسبت أيدي الناس، تكنولوجيا صممها لخدمته أضحت سببا في موته وصنعت مشاهد درامية وروجت للحزن بدل السعادة التي تصنعها الألعاب بالضرورة. فضلا عن العوائد الاقتصادية، صناعة ثقافية مدرارة للثروة، معاملات تجارية يومية، وشباب يلامس شغفه الهوس والإدمان في كثير من الأحيان، شكل تجارة مربحة ودبلوماسية ناجحة لشركات وثقافات كثيرة. أين نحن من ذلك؟ كيف نحمي أبناءنا من مد تكنولوجي ثقافي عنيف في كثير من الأحيان، ونحور الغزو ونجعله مصدرا للاقتصاد والتحصين؟ في نهاية 2017، حملت مواقع التواصل الاجتماعي عبء نشر تحدي الحوت الأزرق إلى الأطفال والمراهقين، وسقط الضحايا عبر العالم. ولم تكن الجزائر في منأى، إذ يطبق اللاعب 50 تحديا آخرها الانتحار أو القتل، النتيجة 8 ضحايا. تأثير مثل هذه الألعاب على الطفل، سواء على يعني سلوك الطفل في حد ذاته، يعني يبدأ يظهر عليه سلوك إجرامي، يعني قادر مثلا ممكن حتى يرتكب جرائم على الغير، ولا حتى يرتكب جريمة على نفسه، وهذا يظهر في الشيء اللي راهي الظاهرة اللي راهي متداولة في المجتمع الجزائري، اللي هي انتحار الأطفال. هذه احنا نسموها في القانون، يعني لاحظوا انه سلوك الطفل بدا يتبدل، ولا اصبح له سلوكات غريبه او نوعا ما خطيره، او ما يسمى في الطفل في حاله خطر. خطر على الفورماسيون اللي راح تتبعت فيا هذاك لو جو هذاك. احنا ما على بالنا شكون اللي راه مورا هذاك الجو، شكون اللي خدم هذاك الجو، واش كما يقولوا واش داروا، شكون اللي خدموا وهاد لي زانفورماسيون، هذاك الجو واش راه يدي كوم انفورماسيون في التليفون تاع الولد ولا في الاورديناتور تاع الولد. وهذو هما الاخطاء، الحاجه الكبيره اللي الانسان لازم ياخذ اعتبار بها. ابسط شيء هاي لك مثلا جوجل بلاي، اللي هو المساحه اللي يعرضوا فيها العاب اللي بتيليشارجيهم اللي يحملوهم الاطفال عبر الطابلات وكذا. جوجل مساحه مفتوحه، مفتوحه كي نقول لك مفتوحه يعني مفتوحه 100%، ما عندهاش حدود. عندها مساحة تخلي أي واحد، ممكن أي واحد جزائري دوكا في عمره 10 سنين 12 سنة يعرف يخدم لعبة، يحطها في الجوجل بلاي، فيها شروط أنه فقط يكتب وش كان داخل لعبة ويعرضها له عادي، تولي مفتوحة لأي واحد. فإذا ما فيهاش رقابة، يعني هذه اللعبة راح تكون مفتوحة. المشكلة الآن توجه اللعبة وشنو هو، كان سلبي وكان إيجابي، أكثر أنه الناس تحب صح أنه حروب وكذا، بصح كي يكون مفتوح هذا راح يكون خطر علينا. أحزان الجزائريين سقطت في نفس زكريا محفزاً لابتكار الحياة على حاسوبه البسيط. طور طالب الإعلام بجامعة تبسة تطبيقاً لحظر مثل هذه الألعاب والمواقع الخطيرة. تطبيق طيفي نت هو يعني كما قلنا وجهناه لكل العائلات الجزائرية. يسمح هذا التطبيق بالاتصال بخادم خاص، خادم خاص هذا يقوم بالحجب كل المواقع كما قلنا الفاسدة وغير ذلك. في هذا يعني خلفية يعني أو واجهة برمجية طيفي نت إن شاء الله تكون متوفرة كما قلنا في موقع طيفي نت.com. تسمح هذه التقنية يعني ببرمجتين، البرمجة الأولى على مستوى يعني البالغين، يعني الوضع يعني تاع الأشخاص البالغين سواء كانوا يعني أشخاص فوق 25 سنة، يعني الإنسان يعني عنده حرية شخصية
الشخصية يعني في التصفح، والوضع الثاني وهو وضعية الأطفال الصغار. ففي تقنية الطفلينات يعني كما نلاحظ وضع الأوف هو يعني يقص يعني الناس يعني البالغين يعني كما قلنا يتصفح الإنترنت بكل حرية شخصية، يعني الناس اللي واعيين يعني يقدروا يتصرفوا. والزر الثاني هو زر الأطفال الصغار. فلما نفعل يعني تقنية أو يعني الوضع الأون تلقائيا يعني وضع الإنترنت حاليا راه متصل بالخادم الخاص الذي يقوم بالحجب. فمثلا لو نطلب من نطلب أي موقع يعني يعني بوضعية الأون، لما نطلب أي موقع يعني سواء كما قلنا موقع فاز أو غيره لا يمد نتيجة ويتم الحجب بصفة نهائية. يعني أن تطبيق طيفي نت لما نفعل يعني وضعية الأون فإنه متصل نهائيا بالسيرفر، لما نفعل تقنية الأوف فهنا متصل بسيرفر جوجل يعني تعطي معلومات يعني عادية جدا. فمؤخرا موقع فيسبوك يعني قام بحجب يعني نواة اللعبة، نواة اللعبة يعني نوايو تاع اللعبة اللي تحت الأزرق تم حجبها نهائيا. بقت اللعبة فقط على مستوى المواقع، يعني كل المواقع احنا درنا بحث كبير على مستوى المواقع حوالي 1,000,000 موقع يعني ظهرت فيها اللعبة تم حجبهم نهائيا، يعني حاطينها في قاعة المعطيات تاع هذا الخادم الخاص، والخادم الخاص يعني اي يعني طفل يعني يطلب هذه اللعبة يتم حجبها لأن يعني المواقع هذوك اللي توفر فيهم اللعبة تم حجبهم في قاعة المعطيات. اتصلوا بي يعني كثير من يعني الشركات يعني مؤسسة للشبكات يعني بواد كوميونيكاسيون، لكن يعني انا رفضت انوني الفكرة اللي يعني اللي لأنها هي فكرة توعوية اجتماعية يعني للعائلات الجزائرية وفي خدمة وطننا، وبالتالي وفرناها مجانيا. يعني لا يمكن يعني التجارة بما كله هو توعوي، يعني أنه هدفنا نشر كل ما هو إيجابي. الحمد لله يعني الفكرة هذه ساعدت كل العائلات الجزائرية خاصة يعني المنطقة والنسكن يعني ولاية تبسة، يعني أنا مديتها العائلات الحمد لله عندها فعالية كبيرة الحمد لله. الجزائر نصدر السلم كما النفط أو أكثر بكثير، نحتضن العالم لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ولكن تتسرب هذه الظواهر بين أبنائنا في غفلة منا في كثير من الأحيان. داخل عوالم كهذه يجد أبناؤنا أنفسهم محاصرين بين أفكار دخيلة وأخرى متطرفة، ثم ماذا؟ خيارات غريبة بين الحياة أو اللعب. عبر هذه اللعبة الرائجة انقلبت مفاهيم الخير والشر، فاللاعب يخير أن يتقمص دور الشرطي أو دور الإرهابي بكل بساطة. En fait, les compagnies هادو اللي يديروا لي جو الكترونيك ماذا بهم يربحوا يعني أكثر شيء يعني. دونك يفون دي شوز كي شوك. يعني حاجة اللي تكون يعني خطر على الأولاد. وهذاك الخطر مهما الاولاد يشوفوا هذاك الخطر ويكملوا يتزامنوا مع هذوك لي جو الكترونيك. دونك سي فري كو المحتوى تبدل، يا كما ان شانجمون دو باراديغما، سادير بكري دائما الخير اللي يغلب درك ها هو عاد الشر يغلب. صح مي بون جو مو دي كو الاختيار تاع لي جو الكترونيك اوسي يرجع للوالدين، باسكو هاد الاولاد شكون يشري لهم لي جو الكترونيك؟ سي لي بارون. دونك لي بارون لازم يكون عندهم هكا كيما يقولوا اون اكسبيرتيز، بيت با اون اكسبيرتيز مي او موان اون كونيسونس، يعني يشوفوا هذوك لي جو قبل ما يعطيهم لاولادهم. مثل ما حدث بالنسبه الى سوريا بن نور، هي ساكنه بمونبيلي بفرنسا، فابنها البالغ من العمر 21 سنه يعني اكد لامه ان الجماعات الارهابيه يعني اتصلت به من خلال لعبه كلاش اوف كلين. وهذه اللعبه طبعا والشيء الايجابي ان الطفل تكلم مع الام نتاعو، وطبعا الام نتاعو اخبرت السلطات الفرنسيه حول هذا الاشكال الكبير جدا. في سنه 2015 في الهجمات الارهابيه في باريس، يعني السلطات الفرنسية كان لديها بعض الشكوك حول مثلا بعض الألعاب مثل لعبة بي اس 4 بلاي ستيشن 4. فعندما ذهبوا إلى منزل أحد الإرهابيين وجدوا هذه اللعبة
بي اس 4 كما تسمى باللغه الفرنسيه جو فيديو اونلاين، وبالتالي طبعا يسمح لاعضاء هذه يسمح لاعضاء هذه اللعبه بالحديث حول الكثير من الاشياء، ومن ثم خططوا لهذه العمليه، يعني في اعتقاد طبعا بعض يعني المخابرات الفرنسيه انهم خططوا من خلال هذه العمليه، ولكن في الاخير لما حدث هذا التحقيق لم يجدوا اثر لهذا التخطيط. كاين حاجه في الالعاب اسمها فئه عمريه بصفه عامه، يعني سواء رسوم متحركه سواء العاب سواء اي حاجه خاصه بالطفل، كاين فئات عمريه. دوك لو كان نخرجوا مثلا نشوفوا البلدان اللي برا يحترموهم، وتلقى كاين المسؤولين، تبدا من المسؤول الاول اللي يسمح للشبكه واش يمشي فيها واش ما يمشيش، الاخر مسؤول هو الاب اللي يحرص على وليده انه يدي الحوايج اللي قد عمره. عمري 16 سنه، وغالبا اقتني الالعاب التي تفوق فئتي العمريه، وعندما اصادف العابا تفوق فئتي العمريه اشعر بالتردد في بدايه الامر، ولكني ألعب في النهاية لأنني أعلم أن الجميع يفعل ذلك. ألعاب تفاعلية وألعاب الواقع على الحواسيب، على الهواتف النقالة، في البيت، في قاعة اللعب، في مقاهي الإنترنت، يزداد التعلق بالخيال التكنولوجي ورفض الواقع، ومع كل المواضيع الممنوعة التي يحملها، ثم يأتي الإدمان المفرط على لا شيء وبتوقيت كل العالم. الطفل كي يبدا يلعب جو باغ اكزومبل، نقولوا عبر الانترنت مثلا، يبدا مع الاول يلعب جو بسيط، يحب يتسلى لانه يكتشف عالم بدا يكتشفه مرحله اولى، او اكتشفه خلاص وكذا وفرحان به وكذا. ومن بعد يدخل في مرحله ثانيه انه مواكبه الالعاب. كاين العاب جديده عبر الانترنت يواكبها. لما يواكبها راح يلقى ناس كثير من يلعبوا فيها، يكون صداقه هو اللي يتعرف بهم. بعد يصرى عباره عن تحديات بينه وبينهم. لما يبدا التحدي هو يتحدى اصحابه وكذا ومدل، خلاص هنا يصرى الادمان، ادمان على الفوز. واش يولي مربوط بالوقت، واكثر شيء على مربوط بالوقت، لانه الساعه الزمنيه تاع الجزائر مثلا واليابان مختلفه. السهره في الليل عندنا هم عندهم صباح. دوك واش يولي يدير؟ يلعب 24 ساعه بلا ما يفيق. تسمى اللي في عرض نومه ويلعب مع هذاك الامريكاني صباح كذا منا، يلعب بتوقيت كل العالم. هذا هو الشيء اللي يخليه يربطه، تولي ما كاين دراسه، ما كاين مثلا صلاته، ما كاين حتى الاكل تاعو اللي يزرب. علاش؟ باش ما يضيعش وقته ويرجع ويكمل يلعب وكذا. واكثر من هذا انه اللعبه فيها اغراءات. علاش؟ زعما يلا نقوي نعطي له الاسلحه تاعك، نكبرها لك، نزيد لك، ندعمك وهكذا. ومن بعد احيانا تلقى حتى دوك انا شفت شباب اللي يصرفوا دراهم، يزيد يروح يشري، يدفع في الباي بال، يشريها مع سيبر، يشري له هكا، يقول له هاك دراهم باش نشري لي السلاح وكذا. سميو لي انفستي باش هذا الكاركتر تاعو يتطور وكذا منا. دوك هاد العفاسي شويه خلاص يولي ادمان، وتلقى ماشي خطره يعني لعبه تطول، تلقاه سيدي يضرب على روحه يلقى روحه 4 سنين، لعبه تبع لعبه يلقى روحه راحت من حياته 4 سنين 5 سنين. كي لونفون اي بير لو سانس دي رياليتي، عاد عايش في خيال، حتى ما يحسش انه راهو عايش يعني بالحق، حتى كي والديه يعيطوا له ولا يعود ما يسمع لهمش. وحاجه اخرى ثاني لا لوميير بلو، هذاك الضوء الازرق اللي يجي من لي كونسول ومن لي، خطير جدا باسكو لو سومي، النوم تاعو يعود مضطرب. اي ان انفون كي مانك دو سومي سا دوفيان اون ديبريم فوار اون ديبرسيون. انا بالنسبه ليا اخطر شيء النوم وطبعا الادمان ثاني شيء. فضلاً عن الوقع الاجتماعي والثقافي، لا ملاذ من الحديث عن الجانب الاقتصادي في قطاع الترفيه أو الانترتينمنت. بعد ظهور مصطلح القوة الناعمة، طورت دول كاليابان والصين ترسانة من الألعاب والرسوم المتحركة، وأصبحت تتنافس في ذلك وتنافس العالم الغربي على الصعيدين الثقافي والاقتصادي. وأثبت الاستثمار في القطاع نجاعته، محققاً أرقاماً خيالية. حتى الثقافة تاعهم اللي نعرفوها اترافير ديسا انيمي، اترافير العاب، يعني رسائل تكون من خلال هذه الامور. يعني ليس دائما الرسائل تكون من خلال الكتب او محاضرات، احيانا او في الاغلب ما يؤثر اكثر هو الانترتينمنت، يعني الترفيه. النقطة الاخرى هي نقطة الاستثمار،
في مجال إنتاج برامج الأطفال والألعاب الإلكترونية هنا في الجزائر، أن المستثمر حاليا أكيد يؤمن بالأرقام كأي رجل أعمال، أكيد ما هي الفائدة المادية من وراء ذلك. إحنا تحدثنا عن المادة المعنوية أو القيمية، لكن المادة المادية أو الفائدة المادية هذا الشيء الذي ممكن يكون حاجز أحيانا أو تحدي، نقدر من خلال تجربة اثنتين ثلاث يمكن يقتنع عدد أكبر. الشيء الجميل الذي كقاعدة نأخذها نحن كشباب يعني في هذا المجال، أنه لازم تبدأ صغير، يعني لازم تبدأ بالعقل تكبر شوية شوية، ماشي نبدأ كبار نولي كونكيرو يوبيسوفت بيكسار ديزني، لا لا، لازم نبدأ بشوية بشوية حتى نكبروا. أكيد بشوية يعني لازم تمويل صغير ما يكونش كبير كبير، دونك نبدأ بالشيء اللي عندنا باش نقدروا نقنعوا مستثمرين ينفيستوا في هذا المجال. ثم طرحنا الأسئلة، هل نحن عاجزون؟ هل سنقف متفرجين أمام هذه الغرابة التي تشوب مستقبل أبنائنا ثم نتساءل عن مصدر العنف المدرسي مثلا؟ ألا تملك الجزائر القوة البشرية والتكنولوجية لصنع بدائل فعالة ضمن ما عرف بالقوة الناعمة والاستثمار في قطاع الترفيه بلمسة جزائرية خالصة؟ كاين شباب وقادرين وعندهم جهد كبير يعني يخدموا ديك، والمشكله وراهم ديك نزيد لك اكثر، اللي يستغرب انه اغلب الشباب اللي رانا نخدموا معاهم، انا واحد منهم، رانا نخدموا كامل اعمالنا متوجهه لبرا، ما كاش اعمال جزائريه، ما اجتمعناش مع بعض وخدمنا حاجه جزائريه، لانه الالعاب هذه تدي وقت كثير، فتحتاج يعني جانب استثماري ولا على الاقل واحد يهتم فيها لدعم اطفال. فاغلب الشباب تلقاهم يعني بالنسبه يعني كما يقولوا الامكانيات الضعيفه ديالهم، ما تلقاش يقدر يخدم حاجه ينفستي هو من روحه، لانه تلقى الوقت ما عندهوش، مسكين الله غالب كذا، فتلقاه يخدم برا. دوك اغلب الالعاب كاين بزاف العاب مخدومين بصح برا، بلاي ستيشن كاين العاب تلقى جزائري برنس اوف بيرسيا معروف، شاركوا واحد جزائري يخدم معهم راه تماك نورمال. وجزائري اللي خدمها تخيل بلاي ستيشن دات واحد جزائري ويخدم فيلم، شفت كيفاش؟ مع انه هاولي كنت تحكي على الناس يقول لك جزائري، ما كنتش على بالي، مي هو جزائري تاعنا خدم صح، شكون اللي دعمه؟ تلقاها برا. اكيد ممكن نقدموا بدائل احنا كجزائريين لملء هذا الفراغ اللي حاصل في انتاج برامج الاطفال والالعاب الالكترونيه والرسوم المتحركه. هو المشكل مش في الطاقات، هو المشكل في التاطير اللي يقوم بمرافقه او بخلق ذلك الجو اللي ممكن يساهم في انتاج برامج والعاب تكون في تراعي الهوية تاعنا كجزائريين وتراعي الفئة العمرية اللي تقدم لها هذه المادة. هذا الشيء اللي خلينا نحن كجزائريين نهتم أكثر بالموروث ولا الهوية تاعنا باش ما نكونوش دائما مستهلكين للمادة التي تأتي من الخارج. هو هذا الشيء اللي خلانا أكثر نسمع كما نقولوا احنا دي فوا نيف، هذاك تاع الجزائريين يقول لك ماذا بيا نشوف رسوم متحركه بالهويه تاعنا، لابس كيما نلبس انا، لا كولور تاع لابو كيما لا كولور تاعي، ماشي حاجه جايه من الشرق ولا من الغرب. دوبي 2007 اي لا بروميير بون ديسيني مانغا باري اون الجيري، اون ا في دو شمان، اون اي ميتنون بلو دون كارونتين دوتور. Moi j'ai participé au musée de Kyoto, il y a des collègues qui sont partis en France, j'ai fait aussi le festival de Montréal, donc c'est vraiment une génération qui en a. Et qui a beaucoup à donner et qui a beaucoup à offrir. Vous avez des contenus de tous les âges, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Donc je pense que vraiment le manga algérien a de beaux jours devant lui. لا بد ايضا من وضع استراتيجيات قويه جدا لتعبئه طبعا خاصه الاطفال الصغار، يعني الذين مدمنين، الاطفال المدمنين على الالعاب، وبالتالي لا بد من تعبئه قويه جدا ايضا من طرف السلطات. فيه ربما بعض الايجابيات، هذه الايجابيات مثلا تساعد خاصه الشباب على
على تنمية الذكاء طبعا، فيه يعني تساعد على مثلا تساعد على خلق تصورات يعني خيال، تصورات لمعرفة الأشياء، أشياء كثيرة في المجال نتاع الحياة نتاعهم، في المجال نتاع العمل، في المجال الاحتكاك بالمحيط، أبدأ خاصة إذا كانت مثلا هذه الألعاب لا يعني لا تهتم بالعنف بالحروب بكذا كذا، ربما تنوي الفكر نتاعهم. في الحقيقة عالم الألعاب معقد جدا، لأن هناك عوالم عديدة، وبإمكان اللاعب أن يجد ما يفضله حسب ميولاته الشخصية. لا يمكننا أن نحرم جيلا من مميزات عصره، لكن بإمكاننا أن نمسك بيده إلى بر الأمان ونرافقه بما يرضى ويرضي معطيات بلد بحجم الجزائر، حجم تاريخي ثقافي قد يشكل الثروة الحقيقية التي نرنو إلى تثمينها عبر الثقة المتبادلة.